واحد مخرج، شوفوا احترام المرور في هالبلد، عصبتنا. شوفوا المصيبة، يعني وانيت يكسر القانون ويقحص، قالوا إن صادوهم ومشكورين وزارة الداخلية. طبعا الحين ما حد يتابع الداخلية، ما يحبون يكون عندهم شفافية، ما يبي يتصلون بالإعلام، على راحتكم احنا ما نبيكم بعد. المهم هالباص الله يطول بعمره وراعيه، لأنه يدري ما في قانون يطبق بهالبلد، سايبة ياي مخالف إلا يدش بين السيائر بمزاجي. كيفي شو بتسوون؟ إيش فعلا شو بتسوي يعني؟ الظاهر راعي عند أحد بالداخلية ياخذون. ألو هدو، مو إحنا عندنا سياسة. ألو هدو، طق الشرطي. ألو هدو، ألو هدوها، صادو. ألو هدوها. ليش هدوها يا عم؟ علشان مشينا له. مفهومة؟ ما فهمتوها؟ عاد شو اسوي لكم؟ زعلانين الاخوة في الداخلية، عطوا التقرير. شوفوا احمد، شوف الباص، شوفه شوفه ايش قاعد يسوي، شوفه 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 شوفه، ضارب العالم بالحيط. وهذا الثاني الاخ، للاسف في بعض الاجانب لا حول ولا قوه، ماكو من يردعهم. اخ مشكلتنا بالالو. التقرير الثاني